السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. امر يا ابني. انا اسمي نادر هادي عبد الصبور، سواق توك توك من شارع محروس هنا جنبكم. انا نسهل امبارح بالليل متاخر اتثبت قريب من المحل ده، وانا شايف عند حضرتك كاميرات. يعني هما اللي ثبتوني كانوا شباب واقفين ومعاهم مكنه صيني، فلو نقدر نشوف التسجيل يعني يمكن اقدر اتعرف عليهم. الله يا ابني عشان اكون صريح معاك، انا راجل في حالي وعلى باب الله، ما احبش يكون لي مشاكل مع حد. بس يعني لما اخذه هم خدوا منك ايه؟ فلوسي وموبايلي. لا حول ولا قوه الا بالله. طب شوف يا ابني حسبتهم كام، وانا ربنا قدرني بديهم لك. السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ابني. قلت ايه يا ابني؟ لا يا حاج، وانت تدفع ليه؟ وبعدين ده حق انا مش هسيب يا ابني. انا ما عنديش كاميرات، الكاميرات دي منظر عطلانه يعني. وبعدين انا يا ابني لسه عند وعدي ليه، شوف خسارتك ايه وانا ربنا يقدرني واديهم لك. غير كده يا ابني ده محل اكل عيش، الله يبارك لك. تشكر يا حاج، كتر خيرك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هو الحكايه يا ابو ناصر؟ مفيش يا ابني مفيش. مفيش ازاي؟ يا بنتي مالك بقيتي زي الدوده كده؟ انت خسيتي كده ليه؟ خسيت ايه بس يا ستي؟ وبعدين برضو التخن الكتير قوي ده مش حلو. انت بتعملي ايه بحته الحديده اللي في ايدك دي؟ اصلا انا لقطه نت من عند جيراننا، وقلت فرصه يعني اتفرج على صور على النت وكده. بيتي روح، انت بتحبي هشام ابن سلوى صح؟ لا طبعا يا ستي، انت جبتي الكلام ده منين؟ مفيش الكلام ده. بصي انا هقول لك كلمتين تحطيهم حلقه في ودانك. ابوكي دلوقتي لا حمل جواز ولا جهاز، يعني الموضوع ده تشيليه من دماغك خالص. كفايه الهم اللي هو فيه، ما تشيلهوش همه فوق همه. انا رايحه اساعد جدك عشان ادخله الحمام، وانت شوفي لك حاجه اعمليها، وسيبي حته الحديده اللي في ايدك دي، نظفي الصاله. وقف عندك يا ابني. ايه يا عم شتا جميل؟ الساعة في ايدك كام؟ الساعة دلوقتي واحدة ظهرا؟ لا ليلة. يعني ايه الشمس دي كلها مش عاجباك يا عم شتا؟ اقول لك على حاجة، صباحك فل يا عم شتا. صباح الفل. هو اللي قال لي ايه؟ ازاي الحال؟ ازيك يا عم شتا؟ الحمد لله منورة. ربنا يخليك. على عجبوتة النهاردة. عينيا ليك. انت بتكلم مين يا شيخ؟ مين اللي بيتكلم؟ نواعم؟ ايوه نواعم. انت بتكلم مين؟ انا كنت بسأل عن الساعة. وبعد ما سألت عن الساعة كنت بتكلم ام مروة؟ ايوه كنت بقول لها يعني احنا عايزين قوطة. احنا مش عايزين قوطة، احنا طبخين النهاردة كشك. وبعدين انا لما عوز القوطة انا اللي هطلبها منها، انت مالكش دعوة. فاهم؟ حاضر حاضر حاضر. طب يلا قوم. الشمس طالعة وحلوة كده والدنيا دفى، يلا قوم عشان تستحم. يلا هتستأذن منها. يلا تعال. أيوة يا شيم، معلش يا ستي كانت جنبي والله وما كنتش عارفة أرد عليك. اسمعي يا هشام، احنا شكلنا كده مش هينفع نتكلم مع بعض تاني زي ما بقولك كده. ايوه انا كنت قايله لك ان لو هيبقى في حاجه بينا لازم تتقدم لبابا رسمي، بس انا ستي طلعت اخده بالها وقالت لي يعني ان احنا ما ينفعش نكلم بابا في الموضوع ده، علشان يعني علشان ظروفنا وكده. بص انا عارفه انك انت عايز تتجوز، اتجوز واحده تانية ظروفها احسن مني. يلا ربنا يوفقك. سلام. Thank you.
أنا عمري ما هتجوز ولا هحب حد غيرك. هشام يا بابا تعمل ايه يا ابني عندك ومتنح لمين؟ لا مفيش ولا حد. لا في انت متنح لبنت هادي عبد الصبور. امك فهمتنا على كل حاجه وقالت لي ان انت عايز تقدم لها. يا ده انت عبيط يالا، انت مش عارف وضعنا بقى شكله ايه دلوقتي؟ بابا احنا مهما ربنا كرمنا الناس دي برضو اهلنا ومن توبنا. لا مش من توبنا، احنا طول عمرنا عارفين ان انا لما هورث في عم زيد في البيت ده وضعنا هيتغير. وديني ورثت، والبيت اللي احنا فيه ده والبيت اللي فيه سهادي وعيلته الاتنين هيتهدوا ويطلع مكانهم ابراج. يعني كده كده مشاكلنا معاهم جايه جايه. والاهم من كل ده بقى ان انت مش هتتجوز غير بنت عمك زيد. حط الكلام ده في راسك، لبنى بنت زيد وبس، فهمتني؟